بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعليق على حدثين. الحدث الأول وهو الذكرى السنوية لوقوفنا هنا أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطاني، عندما بعثت خبرائها إلى البحرين وهما فرقة الاسكوتلاند يارد للتدخل السافر في شؤون البحرين. هذا الاعتصام الأسبوعي الذي نقيمه، هذا الاعتصام الذي نقيمه بشكل أسبوعي منذ ما يقارب السنة، اليوم تصادف الذكرى السنوية لهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء للاحتجاج على سياسة التدخل السافر للإدارة البريطانية في شؤون البحرين وإرسالها إلى فرقة الاسكوتلاند يارد وغيرها من الأمور التي تدعم فيها النظام الخليفي سواء عسكريا أو سياسيا أو أمنيا. الأمر الآخر، أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير لأبناء شعبنا في البحرين بمناسبة ذكرى البطولة والفداء، ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، الذكرى الخالدة التي يحيي فيها المؤمنون والأحرار في جميع أنحاء العالم هذه الملحمة، ملحمة التضحية والفداء، ملحمة انتصار الدم على السيف وانتصار الدم على الطغيان. في هذه المناسبة أبناء شعبنا يحيونها ويجددون البيعة لأبي عبد الله الحسين ويجددون رفضهم إلى الطاغية حماد ورفض ظلمه ونظامه، ويجددون مقولة هيهات من الذلة، ويجدد أبناء شعبنا إحياء هذه المناسبة التي قال فيها الإمام علي الأكبر مقولته المشهورة لأبيه أبي عبد الله الحسين: ألسنا على الحق وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. أبناء شعبنا البواسل يطلقون شعارهم مع القوى الثورية، شعار المقاومة المشروعة، مقاومة الاحتلال الخليفي والاحتلال السعودي، وهذه المقاومة المشروعة التي سوف تكلل على كتفيها طرد قوات الاحتلال وقوات المرتزقة الداعمين إلى النظام الخليفي. نهيب بأبناء شعبنا في هذه المناسبة العزيزة والكبيرة علينا بإحياء كل الشعارات التي تنادي بتفعيل مبدأ المقاومة المشروعة وبتفعيل مبادئ ثورة أبي عبد الله الحسين، ونهيب بهم برص الصفوف في هذه المناسبة العزيزة علينا، وأن نفعل كل خياراتنا في النزول إلى الساحات والميادين وإحياء الذكر الأصيل إلى أبي عبد الله الحسين. نسأل الله العزيز القدير الرحمة والغفران إلى شهدائنا الأبرار والصمود والثبات، إلى معتقلين البواسل في قعر سواجين النظام الخليفي، والثبات أيضا إلى المطاردين والثابتين في الساحات الذين يرفعون هامات هذه الأمة عاليا. نحييهم من في هذه المناسبة، مناسبة أبي عبد الله الحسين. نتوكل على الله حتى يكتب لنا النصر القادم إن شاء الله.